السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم وصفات ام سلمى، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شاهد الفيديو نتوما في احسن الاحوال، يعني نتمنى تكونوا في البيوت ديالكم فرحانين، ما تقنطوش مع الحجر الصحي. واليوم ان شاء الله بنشارك معكم واحد الفطيره تفرحوا بها وليداتكم. يعني جالسين في الدار تحاولوا تبدلوا شويه الروتين ديال العشاء او الغداء، كتجي رائعه في المذاق ديالها وكتجي العجين ديالها هشيشه بزاف، يعني بدون حليب وحشوه اقتصاديه. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير. ودابا ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا اول حاجه كنبداو بها هو العجين. عندي هنايا كاس ديال دقيق القمح الصلب الفينو، كاس واحد ديال العنبه، وهنا ربعة الكيسان ديال الدقيق الابيض الفورس، وعندي الماء دافي باش نعجن، ونحتاج واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكذلك الملح على حسب يعني الذوق ديالكم الملح. وعندي واحد البيضه، عندي البيض ديالها في العجين والصفار عن نخليه تندهن به الفطيره ديالي، وشويه ديال الزعتر، وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره ديال الزبده مذابه ذوبتها. اللي بغيتي ذوبها كانت بحراره المطبخ ممكن ديروها هكاك. هنا درت ديك المعلقه كبيره ديال السكر سنيده مع الخميره، نضيف شويه ديال الماء ونخليها على جانب تتفاعل صافي. وغنبدا نحضر في العجين، غنضيف قليل من الملح، يعني ما تكثرش الملح في العجين حيت عديروها في الحشوه حتى هي الملح، وشويه ديال الزعتر. عندنا نضيف ابيض البيض والصفار كما قلت لكم نخليه على جانب، وزيت الزيتون تقريبا حاجه جوج معالق كبار، الزبده، صافي. دابا غادي ندير ديك الخميره والمعلقه ديال السكر سنيده. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه يعني في الخبز، غير ديك المعلقه ديال السكر سنيده باش تعطي اللون وتحمر، اللي مبغاش ممكن يستغنى عليها. صافي دابا غادي نجمع العجين ديالي وندلك واحد شويه، وهانتوما معايا باش نكملوا تتمات الوصفه. صافي بعد ما دلكت واحد شويه كما شفتوا العجين ديالها تكون شويه مطلوقه، صافي دهنتها بواحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش في يعني في البلاستيك الغذائي. غنغطيها ونخليها ترتاح من ما مشات وجدت الحشوه. انا الحشوه درتها بسيطه بزاف، يعني متواجده في كل بيت. درت الخضر، عندي واحد البصله قطعتها بهذا الشكل مربعات، وكذلك واحد القرعه خضراء، واحد فلفله قطعتها، وكذلك واحد خيزوه قطعت حكيتها بهذا الشكل. وعندي هنا طريفات ديال الدجاج، وكذلك شي كبيدات بحال هكا، يعني الحشوه ديروا فيها اللي بغيتوا. وعندي الزيتون اخضر مقطع، وكذلك المعدنوس، وواحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، والتوابل عندي هنا الفلفل الحار والخرقوم بلدي، كذلك التحميره وسكنجبير والملحه وزيت الزيتون اللي عن نشحر به يعني هاد الحشوه. كما قلت لكم الحشوه اختياريه اللي بغا يدير في الكفته او اي حاجه عندكم في الدار. اول حاجه غادي نديرها هو غادي ندي صدر ديال الدجاج والبصله يتشحر واحد شويه مع زيت الزيتون، ونكملوا تتمات الوصفه. نضيف واحد شويه ديال الملحه مع صدر ديال الدجاج، وكذلك البصله، ونحك دوك فصوص ديال الثوم. اللي عنده بودره الثوم ممكن يضيفها. غنخليهم يتشحروا واحد شويه، عاد نضيف لهم باقي المقادير. وعنضيف دابا الفلفله، غنخليها تشحر واحد شويه بين ما تلقات، عاد نضيف الخيزو والقرعه. انا غنضيف ديك خيزو اللي حكيت، هي والقرعه خضراء صافي. ومدا نضيف التوابل باش يطيب كلشي مع بعضياته. غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الفلفل الحار، يعني والحار على حسب الاختيار ديالكم، ممكن تعوضوه بالابزار الناس اللي ما عندهمش الفلفل الحار. غنضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، غنضيف معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، هنا معلقه صغيره ديال السكنجبير صافي. نخلط هاد العناصر كامله ونخلي الكل يطيب مع بعضياته، يعني ما تخليوش يطيبوا بزاف حتى يدبل داكشي كامل. مازال يطيب واحد شويه في الفران. هنا عندي جوج معالق كبار ديال المعدنوس، عندي في دابا الزيتون خضر، ونضيف واحد شويه ديال الزعتر، ونطفي البوطه صافي. يعني الزيتون اخر حاجه صافي، كنطفي البوطه ونخلي الحشوه تبرد، عاد نمشيو نوجدوا الفطيره ديالنا.
بعد ما دازت 11 ديال الدقائق يعني بردات الحشوه، دابا بديت نخدم في العجين باش صافي نعمر الفطيره ديالي. خرجت الهواء من العجين صافي، نقسمها بالنص يعني يكونوا اجزاء متساويين. صافي غادي نلولب العجين ديالي ونخليه يرتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق تقريبا باش يسهل لينا نقرصوه. نلولبو بواحد شويه ديال الدقيق الابيض ونخليه مرتاحو، عاد نكملو تتمه ديال الوصفه. انا بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح دغيا يسهل لينا باش نقرصوه باستعانه بالدقيق الابيض وواحد المدلك. صافي كنبداو نقرصو يعني في الكويره الاولى بهذا الشكل، يعني تكون رقيقه ما تكونش غليظه. تقريبا الحجم ديالها يكون بحال ديال البيتزا باش ما تجيكمش الفطيره معجنه من الداخل. صافي هنا جات الطاولة عند داخل الفران، دهنتها بواحد شويه ديال الزبده وشت عليها شويه ديال الدقيق، وعند نقاد في يعني الكروسه الاولى على الشكل ديال الطاوله اللي عندي. وهاد العجين كذلك ممكن تديرو حتى في بيتزا، كيجي رائع وكيجي خفيف بحال القطن كما قلت لكم في الاول. دابا غنبدا نثقب واحد الثقوب عشوائيه بالفورشيط باش ما تنفخش لينا الفطيره ما تكون طيب. هنا الحشوه راه بردت تماما، ما ديروها شويه سخونه. عمدا نوزعها هكا على الفطيره ديالي بهذا الشكل، ما نحاول ما نوصلهاش للجوانب بحال الجوانب هما اللي نسدو بهم يعني القريصه الثانيه. هنا دزت باش نقرص القرصه الثانيه كما شفتوا عندي راه بحال الشكل ديال الاول، تكون حتى هي رقيقه ما تكونش غليظه. هنا بعد ما قرصتها كنجيب واحد الجراره او موس اللي عندكم، يعني هاد الخطوه غير اللي بغى يديرها غتعطي واحد الشكل زوين للفطيره. كنحاول ندير هكا يعني نشرطها شكل عشوائي كما قلت لكم، يعني غير كتعطي واحد الشكل زوين للفطيره. اللي مبغاش يديرها ممكن ما يديرهاش، ممكن تشرطوا على الشكل اللي بغيتو نتوما. كناخذها وكنديرها فوق القرصه الاولى يعني القرصه اللي درت فيها الحشوه، وكنبدا نقادها كامل الجوانب وكنحيد دوك الاطراف بالجراره ديال البيتزا او بشي موس كما شفتوا. كنحاول نقادها وتكون يعني على الشكل ديال الطاوه ديالي، ممكن ديروها في طاوه مربعه او طويله يعني حسب الاختيار ديالكم. كنبدا نضغط بالاصابع ديالي من الجوانب باش ما تفكش الفطيره ملي تكون طيب، كنضغط من الاصابع وكذلك في نفس الوقت نحاول نتني واحد شويه من الجوانب، يعني كما شفتوا في الفيديو راه واضح باش ما تحلش. هاد الفطيره غير جربوها ما تندموش عليها، وليداتكم يعجبوهم بزاف. كتجي كما قلت لكم هشيشه بزاف بحال القطن، وكتجي المذاق ديالها رائع وحشوه اقتصاديه يعني موجوده في كل بيت. كما قلت لكم اللي بغاش يدير حتى اللحوم ما يديرهمش، يعني دير غير الخضره بوحدها راه كتجي رائعه. كما شفتوا معايا كنحاول نضغط من الجوانب ونتني واحد شويه. وهنايا داك الصفر ديال البيضه اللي خليت زدت ليه واحد شويه ديال الخل غير قطرات، عمدا ندهن به الوجه ديال الفطيره بهذا الشكل. غادي نرش عليها واحد شويه ديال الزعتر، اللي بغى يرش عليها زنجلان او الحبه السوداء لكم الاختيار. الزعتر كيعطي واحد البنه رائعه. صافي دابا ندخلها للفران تتحمر من التحت ونشعل ليها من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل ديال الفطيره كما قلت لكم، جات هشه وجات رطبه بزاف كما شفتوا، كنضغطوا من الجوانب. نتمنى تفرحوا بها وليداتكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش يعني الاشتراك في القناه الناس جداد، ونتمنى يعني تبقوا في ديوركم وتوجدوا لولاداتكم شي هوايات اللي كيعجبوهم. استغلوا هذه الفرصه يعني في بزاف الاشياء. الناس اللي تيقول قناتنا ما تقنطوش، هذه ازمه وغدوز ان شاء الله. وحاولوا كذلك تحفظوا بعض الصور ديال القران، هذا يعني حنا مقبلين على شهر رمضان، يجي ان شاء الله رمضان نلقاكم يعني في اتم الصحه. وما تنسوش بالدعاء باش ربي يرفع لنا هذا البلاء، ولا اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.